أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا فإذا تتهن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أمنتم بالله صدق الله.